درس السنة اللي فاتت إن شاء الله كان أثر الإيمان بالقضاء القدر على حسن القدر. كان حالة لم طبعا الإنسان ليه بيكرم وبيضيق صدره؟ لأنه متعلق بالأسباب. يعني دلوقتي أنا معاك 100 جنيه. ال 100 جنيه ديت هو إدمان. أنا كان في دماغي 100 جنيه هعملهم كذا وكذا 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 وكذا. فشدة التعلق بالأسباب بتخليني أخلق مقصد. أنت في بيتك مثلا أحوش مثلا عندك مبلغ من المال والمبلغ ده فقدته لأي سبب. يا خراب طبع عليك ضاع منك أي حاجة. مثلا هتعمل إيه؟ أنت في هناك أموال تعتبر الأخذ دلوقتي. فتعلق الناس بالأسباب لتجعلهم ينحرفوا عن القصد. ولو تعلقوا برب الأسباب لثبتوا على القصد. طيب نكتفي بذلك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اصلي اللهم على النبي محمد وعلى اله وصحبه.